سينضم إلينا الآن مفدى العربي تامر أبو عرب من القاهرة ليضعنا بتفاصيل أكثر. إذا تامر، ما اللافت أو البارز في هذا المؤتمر الذي تحدث كل وزير خارجية فيه عن ملفات ونقاط عديدة مشتركة؟ نعم، ربما كان اللافت في هذا الإطار أنه لم يتم التحدث كما كان متوقعا عن مسألة المفاوضات الجارية للوصول إلى صيغة لهدنة طويلة نسبيا بين حماس وإسرائيل. كان منتظرا أن يتحدث، يعني تم العبور بشكل سريع على هذا الأمر وعلى جهود وقف إطلاق النار والوصول إلى هدنة، لكن كان منتظرا أن يكون هناك تفاصيل أكثر باعتبار أن مصر وفرنسا من بالإضافة بالطبع إلى قطر ويعني الولايات المتحدة هي أكثر الدول المنخرطة في هذه المفاوضات، وبالتالي زيارة وزير خارجية فرنسا ومن ثم زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين المرتقبة إلى المنطقة أيضا بدءا من اليوم، كان من المنتظر أن تسفر عن نتائج أكثر وضوحا بشأن الوصول إلى هذه المفاوضات، لكن هذا كان متوقعا لأنه منذ الأمس بدأ أن هناك ربما تعثرا بعض الشيء في مسألة الوصول إلى صيغة مرضية لحركة حماس. بطبيعة الحال ربما إسرائيل في هذه المرحلة توافق على الصيغة التي اقترحتها الولايات المتحدة للوصول إلى وقف إطلاق النار مقابل إطلاق عدد أكبر من الرهائن، لكن ما زالت هناك طلبات أخرى لحركة حماس كانت ترفعها خلال الأيام الماضية وخلال الأمس كما علمنا. كان هناك يعني بعض التعثر في هذه المفاوضات وفي استجابة إسرائيل للمطالبات التي أبلغتها حركة حماس للوسطاء في مصر وقطر. بالتالي خلال هذا اليوم واليوم السابق بدأت الأمور أبعد مما كانت عليه من قبل في مسألة الوصول إلى هدنة، لكن المصادر من داخل وزارة الخارجية المصرية تؤكد أن العمل سيبقى جاريا خلال الساعات المقبلة على أمل الوصول إلى إعلان للهدنة بنهاية هذا الأسبوع. شكرا جزيلا لك مفدى العربي في القاهرة تامر أبو عرب.